نخش على البند التاني الاساسي اللي ممكن يتخصم من الاكونتس ريسيفبلز، بند الديسكاونتس. والديسكاونتس دي ما كانتش موجوده في كتب السنه اللي فاتت، هوب زودها السنه دي في 2019 علشان كده خدتها معايا. برضو الديسكاونتس من ضمن الحاجات اللي هو قال لك ايه، انت عارفها اخصمها على طول مباشره، ما عندوش مشكله فيها من حساب العميل، وهشوفها دلوقتي حالا بالقيود. برضو انت مش عارفها وشاكك مين ياخد ومين ما ياخدش، اعمل لها اعمل لها الاونس مخصص. الهدف الاساسي ان لازم حسابات العملاء، رصيد العملاء ده ما تبالغش فيه، ما يظهرش بقيمه وبعدين افاجئ كده كمستخدم ان انت القيمه الحقيقيه قيمه ثانيه خالص، وعايزك تحرك الاكونتس ريسيفبلز بالواقع الفعلي والعملي اللي انت عايش فيه، ما يحصلش تلاعب ب الارقام اللي بعرضها على الاكسترنال يوزرز عشان ما تلعبش في القرارات اللي هم ممكن ياخدوها. فالاساس الموضوع كله لحد دلوقتي هو اني اعرض الاكونتس ريسيفبلز بنت ريلايزبل فاليو. اوعى تنسى في نوعين اساسيين من الديسكاونت، في حاجه اسمها تريد ديسكاونت وسيلز ديسكاونت اللي هي نفسها تعتبر كاش ديسكاونت، اللي هي نفسها يقولوا برومت بايمنت ديسكاونت. برومت بايمنت يعني السداد المعجل او المسرع، يعني تخلي واحد يدفع بسرعه. هنفهم ايه الفرق بينهم وايه الغرض من كل حاجه والتعامل معاهم عامل ازاي. التريد ديسكاونت يا جماعه زي ما واضح من اسمه مرتبط بالتريد، بحجم مبيعاتك، بحجم شغلك. بمعنى ايه؟ انا عندي عميل قديم لويال ليا، ليه ولاء لشركتي، دايما لما يحب يشتري البضاعه دي يجي يشتريها من عندي، ما يروحش يشتريها من حد تاني، عايز احافظ عليه واحافظ على اللويالتي بتاعته. فبدي له حاجه اسمها تريد ديسكاونت، اقول له كل ما تيجي تشتري بضاعه كانت كعميل مميز عن اي عميل تاني اديك 10% ديسكاونت. تريد ديسكاونت ليه؟ احافظ على حجم التريد بتاعي مع العميل ده. طب تخلي عميل جديد انا بقى ما اعرفوش خالص وداخل وعايز استقطبه، انا عارف انه بيشتغل مثلا مع سبلاير تاني او مع حد تاني، عايز استقطبه ناحيتي، ادي له تريد ديسكاونت. تريد ديسكاونت علشان اخليه يجي يتعامل معايا فيزيد حجم التريد بتاعي. تمام؟ وفين ممكن بقى يكون عميل قديم او جديد وهيجي بقى يشتري شروه تقيله شويه، فانا عشان اشجعه يشتري الشروه دي مثلا هيجي يشتري 100 مكتب مره واحده، انا ببيع مكتب 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 ورا بعض. واحد بقى يجي بقى يفتح فندق ولا يفتح حاجه ولا مصنع ولا حاجه يشتري 100 مكتب معه، عشان اشجعه اديله تريد ديسكاونت. فالهدف الاساسي من التريد ديسكاونت هو اني ازود حجم التريد بتاعي مع العملاء دي، سواء اذا كان هو ريبيتد كاستمر، عميل قديم معايا، او نيو كاستمر، او في لارج بيرشز او سبيشال اوفر هيشتري بالك كبير فاقوم مديله ديسكاونت ازود حجم التريد بتاعي. خد بالك بقى، يقول لك ان التريد ديسكاونت بيتحسب على السيلنج برايس، على سعر البيع. وفي نقطه ثانيه مهمه تساعدك في حل الاسئله كترتيب افكار بقى، يقول لك ايه؟ لو انت اديت اتنين تريد ديسكاونت مش مهم تحسب مين قبل مين ونسبتها مع بعض دلوقتي. ليه؟ انت في عميل مهم جالك قديم عندك ودايما بتديله 10% ديسكاونت، كل شهر يجي يشتري منك مكتب تديله 10% ديسكاونت، لحد ما جه في مره قال لك والله ده انا بفكر اشتري 20 مكتب بس يعني الاسعار كتيره وانا يعني مش يعني متردد. تقول له لا ازاي، ده انا هديك كمان 5% عليهم علشان اشجعك تشتري 20 مكتب، فزود حجم التريد بتاعي، ده تريد ديسكاونت. قال لك لو حسبت واحد قبل التاني ما تفرقش في التريد ديسكاونت. ازاي؟ تعال نجرب ونحسبها مع بعض، اللي قدامه على حسب يمشي بعيد. يعني لو قلنا مثلا عندي $1000 مبيعات، احنا قلنا التريد ديسكاونت تحسبه على السيلنج برايس على طول. طب قلنا اول ديسكاونت 10% والتاني 5%، يعني ال $1000 ناقص ال 10% بقوا $900، صح؟ وال $900 بقى اطبق الديسكاونت على اللي فوقه، ايوه 5% يبقى $855، مظبوط. اعكس بقى كده هيطلع لك نفس النتيجه، طبق ال 5% قبل ال 10%، يعني قول له $1000 ناقص 5% وبعدين ناقص 10% يطلع لك برده $855. فانت اول تريد ديسكاونت بتحسبه على السيلنج برايس، وتاني تريد ديسكاونت عشان ما يبقاش متدبلر معاك تحسبه على النت اللي قبل كده. ايوه لو عكست ايا كان الديسكاونت ال 10% قبل ال 5% وال 5% ب 10% مش هتفرق معاك ايه النتيجه، عشان ما تتلخبطش وانت بتحل وتقلق طب ده الاول ولا ده الاول. فدي عشان ايه ننهي. عرفنا يا جماعه الهدف من تريد ديسكاونت؟
احافظ على حجم مبيعاتي او ازود حجم مبيعاتي، حجم التريد بتاعي. السيلز ديسكاونت بقى مش كده. السيلز ديسكاونت ازاي؟ السيلز ديسكاونت، وزي ما قلت لك يسموه ايه، كاش ديسكاونت، ويسموه ساعات برومت بايمنت ديسكاونت. ده انا عايز اشجع العميل يدفع لي بدري شويه، عشان كده سموه كاش ديسكاونت. هو نفس مسمى السيلز ديسكاونت، هو نفس مسمى البرومت بايمنت ديسكاونت، عشان لو جالي في اي مساله او في اي سيناريو او كيسه باي مسمى من الثلاثه ابقى فاهم ان هو واحد. الهدف منه مش هحافظ بقى على حجم ايراداتي ولا حجم مبيعاتي ولا حجم التريد بتاعي زي ما قلت في التريد ديسكاونت، لا، الهدف منه هنا هو اوريدي اشتغل خلاص ووافقنا على السعر وكل حاجه، بس انا عايزه يدفع بدري شويه، بدل ما يدفع بعد 45 يوم اشجعه يدفع بعد 5 ايام. دي تيجي لي حاجه تظهر ومشهوره جدا وحاجه على مستوى العالم كلنا بنشتغل بيها، الترم اللي قدامنا ده او المصطلح اللي قدامنا ده، دي اسمها كريديت تيرم، يعني الشروط التعامل الاجل. ده معناها ايه؟ دي ترجمتها ايه؟ اي حد يشوفها كده تجاري في العالم يفهمها على طول. ده معناها ايه؟ هديك 2% خصم، ركز معايا بقى، لو سددت لي خلال 10 ايام. اذروايز لو ما سددتش خلال 10 ايام واستفدت من ال 2% الخصم، تدفع لي النت اللي عليك دلوقتي حالا اهو قبل الخصم خلال 30 يوم، حد اقصى 30 يوم. يبقى انا هديك 2% خصم، ال 2 دي معناها 2% خصم. ال 10 الاولانيه دي معناها خلال اول 10 ايام من الاتفاق بتاعه. الان دي اذروايز بقى انت هتسدد لي الصافي اللي عليك دلوقتي حالا. انا بتفق معاك دلوقتي بقول لك هديك خصم خلال 10 ايام لسه، فالنت اللي عليك دلوقتي ده تمام؟ ال 1000 دولار زي ما هم او ال 100 دولار زي ما هم تسددهم لي خلال 30 يوم من غير خصم، مش هديك ال 2% خلاص، طالما عدى ال 10 ايام. الترم ده واضح يا جماعه بالنسبه لكم ولا في حد او جديد على ناس او متعاملين بيه او كده؟ تمام. ده ترم متعرف بيه على طول، ممكن طبعا يكون ايه؟ 3 بدأنا بقى ايه؟ يبقى في ديلي. 3 على 15 مثلا كوما ان 45. يبقى انا هديك 3% خصم، دي 3 معلش بس عيانة شوية. هديك 3% خصم، لو سددت لي خلال 15 يوم. لو ما حصلش انك سددت خلال 15 يوم، هتسدد لي صافي اللي عليك دلوقتي ال 100 دولار مره واحده او 1000 دولار مره واحده خلال حد اقصى 45 يوم. تمام؟ ده السيلز ديسكاونت او الكاش ديسكاونت او البرومت بايمنت ديسكاونت. يقول لك احنا نتعامل معاه ازاي؟ نسجله في دفاترنا ازاي بقى؟ معيار عايز نتعامل معاه ازاي؟ يقول لك في طريقتين، حاجه اسمها الجروس ميثود، جروس ميثود او النت ميثود. هنشوفه. الجروث ميثود دي اللي معظم الناس بتتعامل بيها وهنفهم ليه دلوقتي. هو انك تسجل الانيشال ريكوردنج بتاعنا اللي في الاول خالص، تسجله ريسيفبل وريفينيو بالتوتال. فانا بعت بضاعه ب 100 دولار مثلا، هقول ديبت الاكونتس ريسيفبلز ب 100 دولار، كريدت السيلز ريفينيو اللي انا عارف طبعا ان هي كريدت سيلز. كريدت سيلز هنا يعني قلنا ايه؟ بضاعه اجله، مش يعني ديب في حاجه اسمها ديبت سيلز وكريدت سيلز، لا مش كريدت يا فاني جانب، هي كده كده اي سيلز كريدت ما فيهاش كلام، انما هو اللي نقصد بيه كريدت سيلز مرتبطه باكونتس ريسيفبلز يعني بيع اجل. طيب يبقى انا جروس ميثود تقول لي على الرغم ان انا مديله الترم ده 2 على 10 اذروايز نت على 30، اقوم مسجل بالجروس ميثود 100 دولار اكونتس ريسيفبل ديبت، 100 دولار سيلز ريفينيو كريدت. طب لو عدى ال 10 ايام وما خدش الخصم، يبقى المفروض بعد ال 10 ايام هيسدد لي 100 دولار خلاص، يعني جاء بعد اليوم 20 او ال 25 او حتى اليوم ال 30 نفسه راح مسدد لي خلاص، يبقى مش هديله الخصم. او ديبت الكاش بال 100 دولار، كريدت الاكونتس ريسيفبلز برضه بال 100 دولار، ويبقى انا كده حساب الاكونتس ريسيفبل صفر مع بعضه، ده راح مع ده، صح؟ طيب لو هو بقى خلال الفتره دي خلال 10 ايام دول استفاد من الخصم، هتعامل معاه ازاي؟ يقول لك ديبت الكاش، يبقى هو ايه؟ هياخد من 100 دولار 2%، هيسدد لي بقى خلال 10 ايام، هيستفاد من الخصم. اقول له ديبت الكاش ب 98 دولار،
اقنعها اي فرده فيها كاش ابدا بيها الاول، سواء ديبت او كريدت، لان دي الفرده المضمونه عندي. وانا استلمت كاش او سددت كاش كام ابدا بيها، احطها الاول في القيد بتاعي، وبعد كده اشوف بقى باقي الايه الفرد الثانيه في القيد عامله ازاي. تمام؟ يبقى ديبت الكاش ب 98 دولار وكريدت الكاش ديسكاونت او سيلز ديسكاونت على حسب المسمى ب 2 دولار. 2 دولار. وكريدت الاكونتس ريسيفابلز ب 100 دولار. ده قيد جاب مقبول تماما ومتعارف بيه تماما وكل حاجه سليمه ومفيش مشكله. طبعا الكاش ديسكاونت هنا يقول لك ممكن يبقى او هو بيبقى يعني كونترا اكاونت. الكاش ديسكاونت يبقى كونترا اكاونت، يروح في الانكم ستيتمنت في الجانب المدين للريفينيو زي الريتيرن كده. تلاقي عندك ايرادات بيع مكاتب، ايرادات بيع ارفف، ايرادات بيع، كل ده كريدت، وتقوم قايل خصم مسموح بيه مثلا او خصم نقدي. الصوره ماشي، انا عشان بس العنوان اللي فوق ده كنتش عايز امشيه، ارفعها لك ما فيهاش حاجه جديده بس. طيب تقول خصم نقدي او خصم مكتسب ايا كان مسماه، هو سيلز ريفينيو او كاش سيلز ديسكاونت او كاش ديسكاونت، يروح كونترا اكاونت في الانكم ستيتمنت لجانب الايرادات. كريدت الاكونتس ريسيفبل قلنا ب 100 دولار، برضو يبقى كده انا صفرت الاكونتس ريسيفبل ب 100 دولار. قال لك طب ما انت ممكن برضو تعمل الاونس، مفيش مشكله يعني لو انت مش عايز تطبق الديسكاونت بهذا الشكل اعمل الاونس. هتقول ديبت الكاش ديسكاونت كريدت الاونس فور كاش ديسكاونت مثلا ب 10000 دولار حسب بقى خبرتك السابقه وحسب حكم الاداره زي ما قلنا في الريترن بالظبط. الكلام بيتكرر. ولما العميل يستفاد من الديسكاونت فعلا بتاعه ساعتها بقى تقول ايه؟ الديبت الالاونس بتاع الكاش ديسكاونت ده او السيلز ديسكاونت ده كريدت ايه؟ حساب العميل زي ما قلنا في القيد. في حاجه في طريقه الجروس ميثود كتطبيق للديسكاونت؟ في اي سؤال في الجزء اللي فات؟ هو كده الناس نامت ولا النت قطع ولا ايه؟ ماشي. ايوه والنبي يعني خليكم معايا عشان ما احسش ان انا بكلم نفسي. يعني الجزء اللي فات ده تمام. طيب نشوف السيلز ديسكاونت او الكاش ديسكاونت ازاي اطبقه بقى بالطريقه الثانيه اللي هي النت ميثود اللي احنا قلنا عليها هنا دي. يقول لك زي ما قلت في الجروس ميثود ان انت بتسجل الاكونتس ريسيفبلز والريفينيو بتاعك بالتوتال بال 100 دولار. النت ميثود زي ما هي واضحه كده بتسجلها بالنت كان العميل اخذ الكاش الخصم الديسكاونت. فتقول ديبت الاكونتس ريسيفبلز ب 98 دولار في المثال بتاعنا، يعني اللي هو انت بعت ب 100 دولار وهو خد ايه؟ 2 دولار خلال 10 ايام، بتفترض ان كل العملاء هياخدوا ديسكاونت. فتسجل ايراداتك والعملاء بتوعك بالنت مباشرة. وبعد 10 ايام بقى لو هو ما خدش ال 2 دولار الخصم بتوعه دول السيلز ديسكاونت اللي انت كنت يعني سامح له بيهم، تقوم رددهم تقول ديبت الاكونتس ريسيفبل بعد 10 ايام اللي هو وفقا للكريدت تيرمز اللي احنا لسه قلنا عليها. تقوم ردد 2 دولار على حساب الاكونتس ريسيفبلز وردت 2 دولار على حساب اسمه فورفيتد. دي 2 دولار دي كاش ديسكاونت او سيلز ديسكاونت فورفيتد، يعني ايه؟ يعني غير مستفاد منه او مهدر يعني. وده يعتبر زي حساب الايراد بالظبط. هشوف كده بقى عندك سيلز ريفينيو ب 98 دولار وعندك حساب ايراد اسمه كاش ديسكاونت او سيلز ديسكاونت فورفيتد، حساب ايراد عملت لك ال 100 دولار اللي هو بعد ما يعدي ال 10 ايام بقى هيقوم جاي قايل لك ايه؟ 100 دولار كاش. لما يسدد لك بقى كاش، يفترض انه يسدد خلال 30 يوم، ما تنساش ان على 30. 100 دولار كاش لاكونتس ريسيفبل 100 دولار، فتقوم مصفر حساب الاكونتس ريسيفبل اللي انت كنت بنيته في الانيشال ترانزاكشن هنا 98 وهنا 2 دولار بيقصادهم 100 دولار. تمام؟
في حاجه بالنسبه للنت ميثود مش واضحه، غريبه شويه بس، لان مش معظم الناس بتشتغل بيها، واقول لك ليه دلوقتي حالا. بس في حاجه فيها مش واضحه قبل ما اخش في اللي جاي. زودت وقت برضو، واكيد طبعا هتشوف الكلام ده في الفيديو لو لا قدر الله احتاجني. طيب واضح انه تمام. طيب شوفوا بقى يا جماعه، معظم الناس بتطبق في التطبيق العملي مختلف شويه. ايوه طبعا، ليه؟ معظم الناس على فكره بتشتغل بالجروس، معظم الناس بتشتغل بالجروس، وفي الديسكاونت ما عندوش مشكله ما يشتغلش بالالاونس كمان. يعني لو خد الديسكاونت يقوم داخل مطبقه عليه ومظبط حاله بالوضع اللي احنا قلناه ده. ليه؟ قال لك على الرغم ان ان النت ميثود دي تتوافق قوي مع المعيار الجديد بالذات بتاع الايراد، لان احنا قلنا ايه؟ الاكسبكتد كونسيدريشن هو ده متوقع تحصل قد ايه؟ فمنطقي قوي لما تقول له ان الايراد 98 دولار بس مش 100 دولار. يعني ده قال لك النت ميثود تتوافق قوي مع معيار تحقق الايراد الجديد بالشكل ده، يعني او حتى خلينا نقول مع مبدا تحقق الايراد اللي احنا لسه واخدينه. تتوافق معاه قوي، بس تطبيقها صعب مش سهل. تخيل بقى ان انت كل يوم تخش تشوف مين ما استفادش من الخصم بتاعه، فتقوم فاتح حسابه وكمان تعترف في حساب فورفيتد بقيمه الايراد اللي هو ما استفادش بيه ده. كل يوم تشوف مين حل عليه 10 ايام وفقا للكريدت تيرمز بتاعتك. طبعا بقى كمان زود عليها ان في ناس عندها كريدت تيرم 10 ايام، وناس عندها كريدت تيرم 20 يوم، وناس عندها كريدت تيرم 30 يوم، وهكذا. فهتلاقي نفسك ده انت عايز تعين لك 3 4 مخصوص عشان يتابعوا لك حسابات العملاء وفقا للنت ميثود دي. تطبيقها مش سهل، مش عملي، مش براكتيكال. ولذلك يقول لك ان طريقه النت ميثود دي ليبر انتنسيف، تحتاج عماله كتير وتحتاج شغل كتير وتحتاج مجهود كتير وتحتاج تصرف عليها، فمش افيشنت قوي في التعب، رغم ان هي تتوافق اكتر مع المبدا العام لتحقق الايراد. ولذلك تلاقي وفقا برضه للمعيار طبيعي جدا ان معظم الناس تلاقيها شغاله بالكروس ميثود عادي خالص. ديبت اكونتس ريسيفبل كريدت، الكريدت سيلز بتاعتك ب 100 دولار. والله عدى ال 10 ايام خلاص، من اما يجي يدفع قول ديبت الكاش كريدت الاكونتس ريسيفبل وخلصنا. طب استفاد وخد الخصم برضه وقت ما يجي يدفع، قوم قال ديبت الكاش ب 98 دولار واعترف بال 2 دولار الديسكاونت. بقت اسهل شويه، كل ما يحصل حركه فعليه انا اتعامل معاها، مش قاعد بقى في النت ميثود كل يوم انا عمال اعمل مع نفسي حركه بصرف النظر بقى في حركات فعليه بتحصل، ولا العميل سدد ولا العميل سددش ولا الكلام ده. وصلت الصوره يا جماعه؟ ده كده الجزء السهل. خلي بالك فيما يتعلق بالنت ريلايزبل فاليو بتاعت الاكونتس ريسيفبل، بعترف بالاكونتس ريسيفبل ديبت الاكونتس ريسيفبل كريدت السيلز ريفينيو. طالما قلت سيلز ريفينيو مع اكونتس ريسيفبل يبقى ده بضاعه اجله، دي كريدت سيلز على طول بضاعه اجله. من ضمن السبسيكونت ترانزاكشنز اللي اتعامل معاها بعد كده، لان هدفي الاساسي مش عايز يحصل تضخم في حسابات العملاء، لازم اعترف باي ريتيرن يحصل. انا عارفه او مش عارفه، يعني عارفه اطبقه على طول مباشره واسجل 98 دولار بعد الريتيرن. مش عارفه لسه ما حصلش وشاكك فيه ومتكرر كتير ومش عارف ايه، اعمل له الاوس بالطريقه اللي احنا شفناها. الديسكاونت نفس القصه، ودينا شفناه تريد ديسكاونت و السيلز ديسكاونت او الكاش ديسكاونت او البرومبت بيمنت ديسكاونت. والكريدت تيرمز دي بتاعت الديسكاونت معروفه جدا ومتعرف عليها على مستوى العالم. 2 على 10 كوما ان 30، 3 على 15 كوما ان 90، ايا كان. عرفنا نقرا ازاي الشفره دي. تمام؟ طيب. خلصنا من الريتيرن وخلصنا من الديسكاونت. نشوف بقى البادت اكسبنسز والالاونس، وده الاكونت الشهير واللي هو مرتبط ارتباط وثيق بحساب الاكونتس ريسيفبلز.